وهذا سيحفز لا محالة جميع الفاعلين في الحق التربوي والحق الثقافي على مزيد من العمل، على مزيد من الاجتهاد، وعلى مزيد من الإبداع، لأن هناك فضاء يستطيعون من خلاله التعبير عن مواهبهم وتمثيل المدينة أحسن تمثيل. أصالة عن نفسي ونيابة على زملائي وزميلاتي السادة مفتشو التعليم، نرحب بكم جميعا ونشكر زميلتنا الأستاذة إيمان مسناوي على إشرافها على هذا النشاط التربوي الذي هو من الطفل وإلى الطفل، والذي من الأكيد بشكل سيكون له الوقع الجميل على المتعلمات والمتعلمين. وما أريد التأكيد عليه هو أن دور المؤسسة التعليمية ليس فقط هو الجانب المعرفي الذي يتلقاه المتعلمون، بل وخصوصا الجانب الحياة المدرسية، لأن دور المؤسسة كمؤسسة اجتماعية هو إعداد الطفل لكي يصبح مواطنا قادرا على الاندماج، قادرا على التنمية. وبدون حياة مدرسية، بدون مسرح، بدون ثقافة، بدون شعر، بدون موسيقى، بدون التعبير عما يمتلكه من مواهب، لن نستطيع أبدا أن نكون ذلك المواطن الذي ننشده جميعا. لذلك أناشدكم جميعا حضور الكريم، وخاصة السيدات والسادة الأساتذة والمديرون والمديرات والمديرية الإقليمية بطبيعة الحال التي تشرف على هذا النشاط، أن تنخرطوا وأن تشجعوا متعلمينا على هذا النوع من الأنشطة، لأن له الوقع الجميل في نفوسهم. ونحن نتذكر عندما كنا صغارا جميع تلك الأنشطة التي شاركنا فيها لا زالت راسخة في ذاكرتنا. لماذا؟ لأنها تمثل قيمة مضافة. يعني أنا شخصيا لازلت أتذكر مسرحية مثلا شاركت فيها أنا في عمري 7 سنوات، أنا ذاك كنت أدخل القسم التحضيري في 7 سنوات، مازال أتذكر ذاك لابس الجلابة ودير الدور ديال الإمام في ديك المسرحية رغم مرور واحد السنوات طويلة جدا. لذلك يمكن نسيت واحد السنوات طويلة جدا من القسم والمحاضرات والدروس، ولكن الأنشطة التي شاركت فيها لا زالت راسخة كأنني أعيشها الآن. حتى لا أطيل عليكم، نتمنى النجاح والتوفيق لهذا النشاط، أن يكون هو الذي